ترأس معالي الوزير الأول سيد المختار للجاي أمس بمباني الوزارة الأولى أعمال اجتماعين وزاريين لتنسيق وتسيير العمل الحكومي، وقد ضم الاجتماع الأول الوزراء الجدد بينما خصص الثاني لأعضاء الحكومة الذين تم التجديد لهم، وخصص الاجتماعان لتزويد الأعضاء الجدد بالوثائق المرجعية للعمل الحكومي وكذلك لتدرس آليات تنفيذ التوجيهات الأخيرة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن استعراض دلالات وانعكاسات الهيكلة الحكومية الجديدة ووضع الآليات المثلى لتجسيدها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وخلال الاجتماعين أوضح صاحب المعالي متطلبات التنفيذ العملي للتوجيهات التي قدمها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال ترأسه للاجتماع الوزاري المنعقد الثلاثاء، والتي مثلت محددات وأولويات خاصة بالعمل الحكومي. وشدد صاحب المعالي على ضرورة تحلي أعضاء الحكومة بالنزاهة والشفافية والتفاني في الخدمة العامة، مؤكدا أن لا تسامح مع الفساد ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته. وأكد الوزير الأول ضرورة التضامن الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد وواجب الالتزام السياسي لأعضاء الفريق الحكومي، مبينا أن الانتماء إلى الفريق الحكومي يفرض الانخراط الصارم في الخيارات السياسية والعمل الدؤوب على تطبيق الرؤية الحكومية. وأوضح أن منح الوزراء صلاحياتهم الكاملة للقيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى التكليف لا يعني الإعفاء من مسؤولياتهم في متابعة ومساءلة قطاعاتهم الوزارية، فهم مسؤولون عن تنفيذ البرامج الحكومية ضمن قطاعاتهم بطريقة شفافة وبعيدة عن شبهات الفساد، مما يقتضي منهم مساءلة كل من تقع عليه المسؤولية داخل القطاعات الوزارية. وفي الختام ألزم معالي الوزير الأول أعضاء الحكومة بروح العمل بروح الفريق الواحد ضمانا للنجاعة والانسيابية في الأداء الحكومي، مشددا على ضرورة تنفيذ الخطة الحكومية مع مراعاة الأجال المحددة لإكمال جميع مكونات خطط العمل التابعة لقطاعاتهم والخطط التكميلية الملحقة به وإشراك كافة الطواقم البشرية في القطاعات في هذا المجهود الإصلاحي. وتم خلال الاجتماع التأطيري تقديم عروض حول آليات العمل الحكومي وسبل التنسيق بين مختلف القطاعات، كما استعرض معالي الوزير الأول خلال الاجتماعين دلالات وانعكاسات الهيكلة الحكومية الجديدة وما تحمله من وفاء لمتطلبات النجاعة والانسيابية وتثمين لقيم التضامن وللشباب وتدعيم للتنمية المحلية. واستعرض الوزير الأول الآليات التنظيمية الأنسب لتجسيد الهيكلة الجديدة. وقدمت خلال الاجتماع لأعضاء الحكومة الجدد الوثائق المرجعية ذات الصلة بعمل الحكومة، وتم توثيق الوثائق المرتبطة بالتصريح بالممتلكات لكافة أعضاء الفريق الحكومي.